مقطع جديد وحلقة جديدة من لعبة روبلوكس، واليوم راح يكون حنا الهروب من المدرسة. فقبلها لايك يا حبيبي، اشتراك في القناة اذا كنت مشترك، ويلا بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نبتدي مع بعض ونستمتع مع بعض اكيد في الماب هذا، ونحاول نحن نهرب باي طريقة إن كانت. فاذا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هذا مدرسنا، ايش الشعر هذا؟ مدرسنا روح حلق، ايش الشعر؟ المهم طالب قاعد فوق الطاولة، ايش الموضوع؟ 5 زائد 5 يساوي 10، 4 زائد 6 يساوي 10، 7 زائد 3 يساوي 10، ايش السالفة؟ ايش الموضوع؟ المهم كل شيء 10. الحين خلونا يا اخوان نشوف شنو بنشوف، ما بنسوي شيء، بنطلع يا جماعه خلاص هروب. السلام عليكم، يلا افتح الباب، افتح الباب. اوكي الباب مغلق. وين الباب اللي ممكن يكون؟ اوه هذا الباب الصحيح يا جماعه، يلا مشينا. اوه وش هذا؟ ما اعرف، يموتون اعتقد يموتون. مفتاح، من وين جايبين المفتاح يا جماعه؟ اوه مفتاح في الارض. اوكي صار عندي مفتاح. هذا المفتاح حق المخرج حق هني. اوكي الحين استوعبنا الموضوع. غريب الوضع. اوكي اخيرا عدينا من المكان هذا، بعد ما عدينا من الباب اللي موجود هني، في عندنا هني تشيك بوينت نعدل. لا حيدفعني يا جماعه. السلام عليكم، كيف حالك؟ عساك طيب، واضح عليك انك يعني وين راسك هذا؟ هذا ما عنده راس، ايش سالفه؟ شيء غريب. خلينا ننط بعد. ايوه كفو، يلا نعدي المكان هذا. الحين بعد ما عدينا المنطقة هذه بنروح للباب اللي هني، عدينا. اوه لا 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 لا، ايش هذا؟ مدرستنا مليانة براكين، يا ساتر، براكين في كل مكان. يلا نط، روح زياد، روح زياد لو سمحت. اوكي انا جيت، انا بروح ورا. اوكي لا زياد طاح، حرام. الحين فيني كل انواع الاكل اللذيذ. وش ناكل؟ في عندنا دجاج، في عندنا برجر، يا سلام. هذا دونت، ها شكله دونت، وهني خبز، يا الله كل انواع الاكل الجميل موجود في هذا المكان. خلينا الحين نعدل على الابواب وناخذ لنا تشيك بوينت. وصلنا الحين لمنطقه البراكين، المكان كله براكين، فراح نعديهم ان شاء الله شوي. ايوه كفو ايوه عدينا البراكين اللي موجوده. الحين بعد ما عدنا البراكين خلونا نمشي وندخل لهذا المكان، ناخذ لنا يا حبايبي تشيك بوينت، نعدي شوي نمر تشيك بوينت. بعد هذا التشيك بوينت بنحتاج ان احنا ننط. نايس اوكي يلا روح. ايوه عدينا، خلونا نروح من الباب هذا، هذا الباب ناخذ فيه تشيك بوينت ونروح للطريق الثاني. سلام عليكم. دخلت بهذا الشيء الاصفر موتني على طول. يلا برو روح شوي ايوه شوي راح يستعجل، راح يصير نفسي فجأة شي لفيت ومت. مشكلته الوحيدة بس الماب ان احنا يمدينا نصدم بعض، يعني بما انه يصير تصدم خويك فممكن انك تذبحه او يذبحك. خلاص ما راح انزل، راح ارجع المدرسة. لا امزح. خلنا ننزل الحين نشوف النفق هذا راح يودينا وين بالضبط. النفق هذا اكيد له مغزى، المغزى حقه واضح، هو ان احنا نهرب من المدرسة. فوين راح يودينا؟ خلنا نشوف وين راح يطلعنا. مو قادر نطلع. او ماي جاد اوكي طلعنا يا جماعة، تعبنا نفسنا، دخلنا نفق، طلعنا في المدرسة مرة ثانية، ايش الفائدة؟ مو المفروض ان النفق يطلعنا من المدرسة، مو يرجع للمدرسة من جديد. يلا ما علينا نمشي الموضوع. رجعنا المدرسة من جديد، نكمل احنا ونشوف وين راح نقدر نوصل الحين. تشيك بوينت في هذه المنطقة. يوسف مات، أحمد مات، برو مات، كرار وصل الجهة الثانية، توني قاعد ينتظر. أيوه حلو عديتها. ها ايش رايكم يا جماعة؟ ايش رايكم فيني وانا قاعد اعدي؟ ان شاء الله يعني عاجبكم. نايس ايوه عديت هني. يلا روحوا يا اخوان. دخلنا هني غرفة او صالة رياضية هذه. شوي ليتس جو. ايوه هذه يا حبايبي الصالة الرياضية، الصالة الرياضية بعد فيها براكين. عدي اوكي خلنا نحاول امشي. انتبه. نايس روح فوق. لا مو فوق. كنت بطيح. انزل تشيك بوينت. وصلوا جماعة. يلا ابراهيم ماشي، زياد جاي. توني وراي. توني انت قدامي، كيف صرت وراي؟ ما اعرف فجأة صار وراي، مو مشكلة.
خلنا نكمل طريقنا، ندخل من الباب اللي هني، ناخذ لنا تشيك بوينت كالعادة. وصلنا الحين لمنطقة زيادة، منطقة إضافية. لاحظنا في أبواب، لو تلاحظون الأبواب مغلقة بخشب. اللي بعده يلا توني. قول له. قول له. قول له كل شيء يخص الفلك. نوت. نوت. أوكي. تشيك بوينت. والحين نكمل نكمل طريقنا. روح. زياد طالع. زياد ايش فيك تطالعني؟ كل شوي يوقف يطالعني، مو قادر استوعب ايش السالفه. نبي اموت. ايوه نقدر نقعد هني. يلا يا جماعه. ما يصير. يلا اقعد. يلا وين المدرس؟ زياد. زياد ليش تطالعني؟ مو قادر استوعب والله. شيء غريب. نط. توني. توني انتبه. حلو. كملنا هني. بنروح للي بعده. انا اتوقع خلاص. اعتقد ان قربنا من الوقت اللي خلاص راح نقدر نحن نهرب منه من المدرسة هذه، يعني لمتى؟ وخلاص اعتقد ان احنا الحين بنقدر نحن نطلع. المدرسة جدا 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 كبيرة الى حد الحين. الحين الهيستوري. خلينا نشوف. غرفة عادية، اوكي صف عادي، وش هذا؟ يا سلام، خريطة العالم. اوكي الوطن العربي موجود هنا يا جماعة، الوطن العربي. خلونا الحين نكمل. الله يا ساتر، ايش هذا؟ سبارتا. ما اروح من الباب. طلعناه. اوه حلو حلو يا اخوان، حاليا اخيرا دخلنا نفق. احنا ما رحنا هستوري، رحنا ما ادري وين، رحنا الفلك. اخيرا طلعنا من المدرسه يا جماعه. بعد ما طلعنا من المدرسه الحين خلونا نشوف شغلنا وين راح نقدر نروح حاليا. تمام الحين شغلنا كله راح يكون طبعا. لا 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 كرار، اذبحني كرار بليز بليز، ما ابي اموت. اوكي اخيرا وصلنا هني، وكاني اشوف بيت هناك بعيد. شكله بيتنا يا اخوان، يعني هذا اللي باين عندي. المهم يلا مشينا، يلا مشينا يا جماعه. يلا ابراهيم روح، يلا كرار، فيصل، زياد، هناك اتوقع احمد، ويمكن عبد الرحمن او عبد الله. خلونا نمشي. يلا اخيرا وصلنا الى النهايه. ناخذ لنا تشيك بوينت في البدايه، وبعدها نشيل لنا هذه بكل بساطه. طبعا هني في اشخاص، اعتقد الاشخاص اللي سووا صمموا الماب وسووا الماب هذيل هم الاشخاص بشكل كامل. علي تحالي حبايبي، هذا مقطعنا بشكل كامل. اتمنى عجبكم المقطع، كلكم ضغطوا زر اللايك، اشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين، ونشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع اخرى. شنو قاعدين نوقف؟ نشوفكم في مقاطع اخرى ان شاء الله من لعبه روبلوكس والعاب ثانيه. مع السلامة. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله. أما